يعني حالة دون فتح عديد الملفات. نعرف أن الموضوع أثير إعلاميا أكثر من مرة، فهل هي المرة الأولى يعني عندما يتم دعوتكم بعد 3 سنوات من حكم سعيد في هذه الفترة بالذات؟ يعني هذا يقوي الشكوك أنه الأمر يتعلق بتصفية الانتخابات؟ أنا متأكد بأنه هذه القضايا هي الاستهداف السياسي، وهذه القضية هي الاستهداف السياسي. يعني لم يعد خفيا ولا يحتاج إلى دليل. ولعلمك سألتني عن وزراء قبلنا أو بعدنا، أنا مقتنع تمام الاقتناع أن ليس هنالك أي وزير يقبل أن يتدخل في علاج مريض بحرمانه من العلاج أو بحرمانه من ظروف إلى غير ذلك. هناك أخلاقيات طبية يراعيها الجميع، وليس هنالك طبيب في تونس يقبل أن يغير طبيعة العلاج بناء على تعليمات سياسية أو تعليمات إدارية. أنا كنت سجين ومرضت أمراض حادة في السجن من نوع نزيف المعدة أثر خلال إضرابات الجوع، وعولجت في فترة بن علي في السجون. صحيح أني مقيد إلى غير ذلك، ولكن الأطباء لا يخضعون للتعليمات السياسية في توفير العلاج للناس. دكتور منذر الأونيسي مستشاركم السابق للتدقيق، لأنه طالما صدرت في حقه بتاخذ إيداع وهو السجين في ملف آخر، هل غادر الوزارة عند مغادرتكم أم بقي مستشار لفترة ما؟ دكتور الأونيسي غادر الوزارة كمستشار قبل أن يغادر هناك 3 أو 4 أشهر. أذكر أنه غادر الوزارة قبل ذلك وعاد إلى العمل في المستشفى قبلي أنا، من قبل مغادرة الوزارة ب3 أو 4 أشهر، في نهاية الفترة نعم بأشهر قليلة. إذا كان الأمر كذلك، وفي وضعية السيد صافي سعيد الدكتور مرائح البارحة، هل السلطة تملك كل الأدوات ربما إلا إرادة الناخبين إذا قرروا الذهاب لانتخابات هم أحرار بخصوصها؟ ما الذي يخيف السلطة دكتور تملك كل هذه السلطات؟ يعني واضح أنه يعني هذه الانتخابات البعض يعتبرها قضية حياة أو موت، لأنها هي قضية حياة. البعض يسمي الانتخابات بأنها عرس انتخابي، نحن أصبحنا نطلق، البعض يطلق عليها أسماء حربية، أسماء عنيفة، أنها قضية حياة أو موت. الانتخابات إذا كان تمت بصورة نزيهة وشفافة هي حياة وحياة وليست موت. حتى الذي يخسر الانتخابات لا يموت، يبقى في خدمة الوطن ويصحح برامجه على ضوء ما يرتئيه الرأي العام وما ترتئيه منع مصالح البلاد. للأسف الشديد رئيس جمعية القضاة التونسيين السيد أنس الحمادي قال في أكثر من مرة بأن القضاء أصبح تابعا للسلطة التنفيذية. وتعلمون ماذا جرى في مجلس الأعلى للقضاء الشرعي عندما تم حله وتفكيكه وتم تعويضه بمجلس أعلى القضاء معين ومؤقت، ولكن أين هو هذا المجلس؟ هذا المجلس نفسه أزيح عمليا عن الساحة، وأصبح هنالك تصرف مباشر في القضاء ببرقيات التعيين إلى غير ذلك. وبالتالي اليوم نعيش مأساة حقيقية في مطاردة السياسيين والإعلاميين والمدونين بهذه القضايا. وبالتالي أصبح تقريبا أغلبية الأخبار التي تدور في البلاد في الفيسبوك وفي النشرات تم إيقاف فلان، تم معاقبة فلان، تم إلى غير ذلك. وهذا أمر يعني ليس جيدا بالمرة، ويقود البلاد إلى أوضاع صعبة شيئا فشيئا. إعلانكم الترشح الانتخابات الأول، هو فعلا إعلان الأول للترشح على الترشيح، سبق دعوتكم التحقيق فقط بخمسة أيام. ألا يكون إعلانكم الترشح استباق ربما لإيقافكم في ظل هذه الهستيريا، طالما أن وقف تم إيداء يعني
بطاقة إيداع، إصدار بطاقة إيداع في حقي مستشاركم الدكتور ونيسي سابقا وربما الأستاذ البحيري البكي. أنا لما كنا نتصور أن يقع استدعائي، وبالتالي ليس هناك حاجة للاستباق، وأنا يعني مرتاح الضمير وقمت بأداء وظيفتي كوزير بأخلاقية عالية، ورغم أن مرت على يدي ملفات أخرى مثل إيقاف الأطباء الذين قاموا بإعطاء شهادة في وفاة شهيدين، إلا أنني يعني احترمت الأخلاق والضمير والقانون لكي تمر الأمور على أعلى درجات النزاهة والشفافية، وبالتالي لما كنت أخشى شيئا ولا أخشى شيئا من الناحية الأخلاقية ومن ناحية الضمير، أما أن يلفقوا لي شيئا بهذا موضوع من آخر، فقلت لا حاجة للاستباق. إنما موقف الحزب نضج على نار هادئة في القصة الرئاسية، ولو عدنا إلى التاريخ لوجدنا أنه حزب العمل والإنجاز منذ تأسيسه كان ينادي بضرورة إعطاء الأهمية للانتخابات الرئاسية القادمة هي سنة 24، وكنا طالبنا حتى في مبادرة نشرها الحزب بأن يقع انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، ثم بعد ذلك قلنا لم يعد يفصلنا الكثير من الوقت على الانتخابات العادية، جددنا طلب انتخابات رئاسية، فموقفنا نضج بالتدرج سواء كان لوحدنا كحزب أو ضمن جبهة الخلاص. ويوم حان إعلان الترشيح أعلننا الترشيح باستقلال تام عن هذه القضية أو أي ظروف أخرى، وإنما نضج الموقف. وقبل الإعلان عن الترشيح أصدر المجلس الوطني بيانا على إثر دورة له، قال سنعلن عن المرشح في الوقت المناسب، وقدر المجلس أنه الوقت المناسب فأعلن الترشيح. الإعلان عن الترشح الأولي قبل أن تعلن الهيئة الانتخابية رسميا عن موعد الانتخابات، هو المفروض اليوم ونحن في المباشر ستعقد الهيئة الانتخابية غير المستقلة المنصبة ندوة صحافية في هذه الظروف. ماذا يعني مبادرتكم مسارعتكم الإعلان؟ يعني حسن النوايا، ما هي الرسائل دكتور؟ أنا كحزب كنا نؤكد أن الانتخابات ستجري في موعدها، وكنا نردد أنه لا أحد يستطيع أن يغامر بإلغاء هذه الانتخابات وإدخال البلاد في طور أخطر من الأزمة السياسية. وعندما اقترب الموعد الأقصى للإعلام اللي هو 20 جويلية، قررنا أن نعلن هذا الترشيح واعتبرناه توقيتا مناسبا، لم نرد الإعلان قبل أشهر، وإنما عندما اقترب الحد الأقصى اللي هو 20 جويلية أعلننا، يعني أعلننا يوم 23 جوان المجلس الوطني أصدر البيان وأعلن الترشيح، ثم أظن يوم 26 جويلية قمنا بالندوة الصحفية التي أعلننا فيها عن هذا الترشيح للرأي العام من خلال وسائل الإعلام، وبالتالي الوقت كان مناسبا عندما اقترب الحد الأقصى الذي لدى السلطة لكي تعلن عن موعد الانتخابات. دكتور، الظروف السياسية